مستمعينا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات احلى الاوقات. كنا اتكلمنا قبل كده في حلقات سابقه عن الانزلاق الغضروفي وايه هو وايه اسبابه. خلينا متفقين ان مفيش بيت في مصر ما فيهوش حد عظمه بيوجعه. الام العظام دي بتبقى الام شديده جدا، علشان كده النهاردة حددنا موضوع هنتكلم فيه وهو عن الانزلاق الغضروفي العنقي. ايه هو الانزلاق الغضروفي العنقي وايه هي اسبابه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع دكتور وليد صفوت هيكل، استشاري جراحة العمود الفقري. اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا وسهلا، اهلا منورنا بيك. يا دكتور. الله يخليك، ده نورك. دكتور، كنا عايزين نعرف في الاول ايه هو التركيب التشريحي لمنطقة العنق. تمام. هو منطقة الرقبة اللي هي العنق يعني بتتركب من 7 فقرات. تمام. ما بين كل فقرة وفقرة في غضروف. ممكن نوضح الشكل الأولاني. تمام. يدينا فكرة عن التركيب التشريحي بتاع الرقبة. ما بين كل فقرتين بيبقى في غضروف، لكن ما بيبقاش في غضروف ما بين الفقرة الأولى والتانية. عشان كده هم 5 غضاريف بس. تمام. الغضروف ده بيبقى عبارة عن قرص ما بين كل فقرتين. الفقرات بتبقى عبارة عن عظم، لكن الغضروف نفسه بيبقى نسيج رخو عشان يسمح بحركة الفقرات على بعضها. تمام. يعني هو في الآخر بيعتبر مفصل ما بين كل فقرتين، كمان بينقل الحركة من الفقرة اللي فوق على الفقرة اللي تحت بطريقة منتظمة هيدروليكية. يعني مش يعني الوزن لما بينزل بيروح متوزع بعد كده في الاتجاهات كلها، يقوم الحركه تبقى متوازنه وما فيهاش الم، تبقى تمام. حركه سموث احنا ناعمه. معانا صوره معانا صوره ممكن ننزلها. للتركيب التشريحي. حاضر، هتنزل دلوقتي. تمام يا دكتور. تمام. ده بالنسبه للتركيب التشريحي بتاع الرقبه عموما. ده التركيب التشريحي. طب ايه هو الانزلاق الغضروفي العنقي؟ الانزلاق الغضروفي العنقي زيه زي اي انزلاق في اي سيجمنت او اي منطقه من مناطق العمود الفقري. تمام. حضرتك عارفه العمود الفقري بينقسم الى فقرات عنقيه فقرات اللي هي في الرقبه، الفقرات الصدريه اللي هي في الصدر قدام الدروع، تمام. والفقرات القطنيه اللي هي تحت خالص عند البطن، والفقرات العجوزيه اللي تحت خالص. الصوره اللي دي اللي بتوضح الفقرات اللي موجوده في الرقبة. زي ما قلنا هم 7 فقرات بينهم الغضاريف. تمام. دي الصورة بتوضح التركيب التشريحي التشريحي للدكتور. بتاع الرقبة تمام. عموما. لو نقلنا على الصورة اللي بعديها ممكن ننقل على الصورة اللي بعديها توضح لنا أكتر. أيوه الصورة دي حضرتك شايفة الفقرات زي ما احنا قلنا مرصوصة اللي هي واخدة اللون البني دي، تمام. والغضاريف اللي هي الزرقاء اللي ما بين الفقرات ورا الفقرات على طول، ورا اللي بين الفقرات دي اللي هو الغضروف، اللي هو صح؟ الغضروف تمام. اللي ورا الفقرات على طول اللي هو باللون الموف ده الضفيرة العصبية تمام. نازلة من فوق نهاية بدايتها عند جذع المخ ونازلة في العمود الفقري. كنت حضرتك بتتكلمي على الغضروف شكله عامل ازاي. زي ما قلت لحضرتك كده الغضروف هو عباره عن نسيج رخو ما بين كل فقرتين. الفقرات تمام. عظم، فعشان تتمفصل على بعضها لازم يبقى بينها حاجه طريه. اللي فدي هو الغضروف. ده اللي هو الغضروف. الغضروف تمام. من بره بيبقى الماده بتاعته ماده ليفيه قويه، يعني بنعتبرها الحته دي عباره عن الكبسوله بتاعت الغضروف دي اللي بتحمي الماده الجيلاتينيه اللي جوه، بقى اللي جوه الغضروف نفسه اللي موجوده في الداخل دي اللي هي بتبقى مسؤولة عن نقل الحركة. الحتة اللي بره دي اللي هي الطف دي او اللي هي الناشفة دي اللي بتحمي الجزء الداخلي الرخو اللي هو بيسميه الغضروف. كلمة انزلاق غضروفي بقى ممكن برضو الشكل اللي بعده هيوضح لنا الانزلاق الغضروفي. تمام. اللي هو ده اللي هو الازرق ده اللي هو عبارة عن الغضروف. الحتة المنبعجة منه اللي هو على اليمين اللي بره دي الحتة اللي طلعت بقى، يعني خرجت من يعني الضغط الشديد اللي على الغضروف خلاها خرجت بره. ايوه خلاها خرجت بره. فده اللي بنسميه الانزلاق الغضروفي. تمام. طيب يا دكتور، ايه اسباب حدوث الانزلاق الغضروفي العنقي؟ يعني ايه الحاجه اللي بتخليني مثلا اعمل كذا فده سبب لي ان انزلاق غضروفي عنقي؟ تمام. هو
الغضروف ده عشان يعني عشان يبص كده زي ما هو ده طالع برضو لبره ممكن لازم اشيل حاجة تقيلة او بالظبط. اتخبط الناس او اللي حاجة زي بتبقى كده. مهنتها انها بتشيل حاجه تقيله بسرعه من كتير، يعني طول اليوم مثلا عامل بينقل، شغال في مخزن مثلا بينقل صناديق من حته لحته، فده شغلته باستمرار انها يعني بقت فريكوينت لودنج، هو كل شويه بيعمل نفس الحركه ونفس التقل لفترات طويله. ده بيبقى يعني من ده الاسباب اللي بتساعد على ان الغضروف ده يعني يقعد يستحمل لغايه لما يبتدي الجزء الجيلاتيني اللي جوه ده يضغط على الانسجه اللي فيها اللي موجوده بتمثل الحافظه بتاعه الغضروف وبتضغط عليه ويطلع لبره. في اسباب تانية يعني وجدنا مثلا ان هو الانزلاق الغضروفي العرقي ده بيبقى اكتر قوي في الناس اللي بتدخن، يعني التدخين بيبقى سبب في يعني ده من الاسباب اللي هي بنسميها predisposing factors، يعني من الاسباب اللي بتساعد على انه يمكن الماده اللي هي الورق بتاع السيجاره لما بيتحرق بيطلع اول اكسيد الكربون، ومواد كتيره جدا بتاثر على كل الانسجه ومن ضمنها الغضروف، بتضعفه، بتضعف النسيج الخارجي بتاع الغضروف ده، فبيساعد على يعني ان هو المدخنين يا دكتور بيبقوا اكثر اكتر عرضه. ناس عرضة ايوه اكثر عرضه. للانزلاق الغضروفي العنقي. طبعا في انواع كمان من الرياضه مثلا بيبقى فيها الانزلاق الغضروفي حضرتك العنقي كنا كتير. بنتكلم قبل الحلقة وقلت لي ان الغطس علشان بالظبط بينط في المية ايوه، بيستقبل الميه بدماغه فبتبقى الصدمة الضغط، قوية او انه يحصل عند بعض الناس وخاصه الدايفرز او الغطاسين اللي لسه بيتعلموا في الاول، بتلاقي ممكن راسه تخبط في حاجه صلبه فينتج عنها اصابه، بتنتج عنها الانزلاق الغضروفي العنقي. كمان انا عايز اقول ان الانزلاق الغضروفي العنقي من الحاجات اللي بتحصل، يعني السن ليه برضو تاثير قوي. تأثير. يعني هو بيحصل دايما ما بين سن ال 30 وال 50، وكل ما السن تقدم كل ما كان فرصه الانزلاق الغضروفي كانت اكتر. وعلى فكره برضو من الحاجات المهم ان احنا نقولها ان هو بيحصل في الرجال اكتر من الستات، يعني طيب ليه بقى يا دكتور؟ احصائيا لقوا ان هي بتحصل في الرجال اكتر من الستات. انت عارفه طبعا الرجاله مصابين دايما بكل حاجه. في حاجات بقى احنا كنا بنعتقد زمان انها بتعمل انزلاق غضروفي، واكتشفنا بعد كده ان هي لا، يعني مش كتير قوي الانزلاق الغضروفي بيحصل فيها. يعني كان في فكره قديمه مثلا ان الستات لما تلبس كعب عالي ده ايوه دايما فعلا دي مقولة بتتقال ان لا ما تلبسيش كعب عالي ده بيتعب الظهر ده ممكن يعملك الفقرات العنقيه، لكن ما بيأثرش على يعني مش عامل مساعد في الفقرات العنقيه مثلا. كان يتقال زمان برضو الناس اللي بتشتغل بالحفارات والحاجات الالات اللي بتتهز دي، وبرضو لقينا ان هو لا، إن مش قوي، مش الحاجات دي ما بتسببش الانزلاق الغضروفي العنقي. طب يا دكتور هو انا ممكن ابقى اصحى من النوم، في طبعا ناس كتير جدا اول ما بتصحى من النوم ظهرها بيبقى واجعها وبالذات الفقرات اللي هي فوق، يعني حتى ما بيقدروش اللي هم يعملوا دراعهم كده، فده ممكن يبقى يجي من غير اسباب، يعني الانزلاق الغضروفي العنقي ممكن يجي من غير اسباب. لا، هو عادة الانزلاق الغضروفي بصفة عامة هو حاجة إصابية، يعني لازم بيبقى فيه سبب، اصابة. حتى لو المريض مش ما بيحكيش الواقع قوي، لكن في الانزلاق الغضروفي العنقي لكن دايما بيبقى فيه سبب من ضمن اللي هي الحاجات اللي احنا قلناها دي. الحاجات اللي لكن اصل مش كل الوجع بتاع الرقبة انزلاق غضروفي، يعني زي ما حضرتك بتقولي كده في ناس تسحب من النوم تلاقي ده ممكن يبقى حاجة عضلية، ممكن اصل برضو الرقبه ما هياش بس فقرات، الرقبه هي عباره عن الفقرات بتحوطها العضلات، والفقرات دي مربوطه مع بعض باربطه، يعني ممكن تحصل مشاكل في الحاجات دي كلها، وممكن حاجات من بره خالص الغضروف تعمل الام في الرقبه. تمام يا دكتور. طب ايه هي المراحل بتاعة الانزلاق الغضروفي العنقي؟ تمام، احنا لو شفنا بقى الشكل اللي بعد كده ده يشرح اللي هو ده يشرح لنا الانزلاق الغضروفي بيبقى عبارة عن ايه.
اللي فوق خالص ده، ده أول مرحلة في الانزلاق الغضروف. بيبقى الغضروف لسه الحافظة بتاعته من بره سليمة، تمام، لكن كتر الضغط خلى الغضروف ايه يتحرك يبلج، شوية، يعني يخرج يخرج بره لبره. شوية. فبيضغط عليه، يضغط على الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الاول دي، الضفيرة العصبية، يضغط على العصب، يضغط على اي حاجة. المرحلة التانية اللي هو الصورة نمرة 2 اللي تحتيها على طول، دي المرحلة التانية، الضغط زاد فخروج الغضروف زاد فالضغط زاد على الأنسجة. المرحلة الثالثة بقى لما الحافظة بتاعت الغضروف بتتقطع بقى من كتر ما الضغط عليها. الضغط عليها، تبتدي تشقق، والتشقق ده من كتر الضغط تاني يتفتح لبره، المادة الجيلاتينية دي تخرج بقى لبره. تمام. تخرج لبره فين؟ ترقد بقى في القناة العصبية، تضغط بقى على الضفيرة العصبية نفسها، تضغط على عصب، وبعدين ممكن بعد كمان ما تطلع تبتدي، مع الضغط لسه ما زال مستمر، تبتدي تهرب لفوق او تهرب لتحت في مجرى العصب، ودي تبدأ حاجه تتحرك بقى. تبتدي تدي الاعراض بقى بتاعت الانزلاق الغضروفي. طب ايه بقى يا دكتور الاعراض اللي يعني اول ما احس بيها اقول انا كده بقى لازم اتوجه ان انا اروح لدكتور اعرف ده ايه؟ يعني ايه اعراض الاعراض اللي احس بيها اعرف ان ده انزلاق غضروفي عنقي؟ تمام. هو الانزلاق الغضروفي الحقيقه ومشاكله بتتوقف على حاجتين مهمين جدا، حجم الانزلاق قد ايه، يعني الجزء اللي انزلق من الغضروف قد ايه، ومكانه، هل هو في مكان مؤثر على عصب ولا هو القناة العصبية طبعا واسعة، ما هيش على قد الضفيرة العصبية خلاص، لا فيها متسع، خرج فين وحجمه قد ايه. لو الغضروف خرج في مكان واسع، يعني مش ضاغط على العصب ولا حاجه، يبتدي يعمل بقى الم في الرقبه، زي لو شفنا الشكل اللي بعده تمام، اهو بيشتكي من الم في الرقبه، بس الم بقى مش الم طبيعي بقى ألم عادي، لا يطاق الم طبعا، غير، شوفي لونه غير احمر يعني، محتمل. اللي هو اعلى درجات الالم. والالم ده بتاع الانزلاق الغضروفي ده ممكن يبقى في الرقبه، وبيسمع في الكتف، بيسمع في المنطقه اعلى الفقرات الصدريه ما بين عظمتي اللوح، يعني يبتدي يدي، يعني هو ليه بيسمع في بقية أعضاء الجسم، يعني مش هو بس في مش منطقة بس في الرقبة، في أماكن إيه تانية يا دكتور؟ ممكن تلاقيه مسمع في الصدر مثلا من قدام، واخد بالك؟ فدي ده لو الانزلاق الغضروفي نفسه، وممكن يعمل شوية أعراض تانية مصاحبة، يعني ممكن يعمل شوية دوخة، ممكن يعمل طنين في الودن، ممكن يعمل أعراض تانية بتصاحب الانزلاق الغضروفي. العيان يجي برضو ربما كمان يشتكي من الحاجات دي اكتر من تضايقه اكتر من الانزلاق. وبعدين يعني ده نوع. طب يا دكتور معلش، هو في ناس بيجي لها وجع في الأذن او بيبقى دوارة عندها او عدم اتزان كمان، هل ده من اعراض ممكن الانزلاق؟ يعني، بس يعني لازم بيتوجه طبعا. العيانين دول على فكرة بيروحوا الاول لدكتور انف واذن، ويبتدي الدكتور الانف واذن يعمل له فحوصات يلاقيه سليم والمعافى، ما في قوه السمع كويسه، الاذن الداخليه عنده مظبوطه، ما عندوش اي مشاكل، فيبتدي يحاول يقول انت عايز حد يشوفك بتاع عمود فقري. واحنا بقى اللي بنبتدي نعمل له الفحوصات بتاعته، ونكتشف فعلا ان هو ممكن يكون عنده غضروف، الغضروف ممكن يكون هو هو السبب اللي في مسبب الاعراض دي. من ضمن كمان الاعراض، لو الغضروف نفسه طلع بقى بطريقه مش في الوسط، لا طلع بطريقه جانبيه، ضغط على عصب، الضفيرة العصبية بتاعت الدراع كلها بتطلع من ما بين الفقرات العنقية، يعني ما بين كل فقرتين بيطلع جذر العصب، والعصب دي بتتجمع وتبتدي تعمل بقى الأعصاب اللي هي بتغذي الدراع. عشان كده تبص تلاقي يعني ألم في الرقبة ومعاه ألم في الدراع، وخاصة لو جه مثلا في الدراع الشمال، يبتدي العيان يعني حتى في الأول خالص ما يجي لناش إحنا، يروح لدكتور يروح القلب، لدكتور قلب أول حاجة بيخاف منها بيقول إن عندي القلب فيه حاجة، دي أشهر حاجة في القلب، إنه القلب بيسمع في الكتف والدراع اليمين خصوصا إن الشعب المصري عندنا هنا موهوم جدا. جدا جدا. والحاجات دي يعني بالنسبة له يعني كريتيكال، يعني ما هياش
ما بياخدهاش كده لايتلي او يعني لا بخفه، لا بيبتدي يركز ويروح بقى يعني يسال. فبيروح للدكتور القلب بيعمل له رسم قلب ويعمل له ايكو ويعمل له كل فيلاقي الفحوصات، مفيش أي حاجة. مفيش اي حاجه، طب روح للدكتور. دكتور يبتدي عظيم. يجي لنا برضو، نبتدي نعمل هقول لك حاجه بقى ثالثه غريبه جدا. ساعات ما يشتكيش من الرقبه، يبقى عنده الم في الرقبه خفيف جدا، واخد بالك؟ لكن مش قادر يمشي الوجع كله بيبقى في في رجله. الرجل، تلاقيه الخطوه بتاعته يعني مش تقيله قادر يمشي. وعمال يزحف في الارض، والمشي عنده بقى يعني حركته بقت بقى تقيلة حركته يعني. بقت تقيله. وده بقى نوع من الانزلاق الغضروفي لما بيجي في الرقبه ويبقى الغضروف كبير قوي ويضغط على العصب، لا مش مش على الضفيره العصبيه كلها بقى. الضفيرة كلها. ده بقى بيأثر على اكتر ما بيأثر، بيأثر على النص التحتاني، يبتدي يشتكي من رجليه وانه مش قادر يمشي وعدم الاتزان. يجي نبتدي نفحصه نقول، والعيان العيان ده بالذات بيستغرب جدا ليه، لانه بنقول له روح اعمل لنا مثلا اشعه او رنين على رقبتك، يستغرب طب مال رقبتي ومال رجلي. هو فاكر ان المشكله كلها في الرجل او في في العضلات بتاعه رجله او الرجل. في ظهره من تحت. طبعا نعمل الاشعه يبان ان في غضروف كبير قوي ضاغط على على العصب. طب يا دكتور، انت طبعا قلت لي الاعراض بتاعه الانزلاق الغضروفي العنقي كتير جدا، فانا ممكن اشتبه بين وجع مثلا حسيته او حاجه حسيتها، ان بيبقى فيه اشتباه مثلا في الاعراض. ده سؤال جميل. هو الانزلاق الغضروفي في حاجات بتتشابه معاه كتير، من ضمنها اهم حاجتين، ان بعض العيانين بيبقى عندهم حاجه اسمها سيرفايكال ريب اللي هي الضلع العنقي. يعني المفروض ان الضلوع عددها 12 كلها متركبه على الفقرات الصدريه اللي هم 12 برضو. ساعات وده عيب، بيبقى عيب خلقي، يطلع جزء مشابه للضلوع شابك في آخر فقرة عنقية، فده بيتعلق عليه الأعصاب اللي نازلة من الرقبة راحة للدراع، وتدي برضو نفس الأعراض بتاعت الانزلاق الغضروفي. عشان كده مهم جدا في الفحوصات اللي احنا نعملها، ان احنا نعمل ما نخشش على طول على الحاجات التقيله اللي هي الرنين، لا نعمل، لازم نعمل اشعه عاديه. لازم اعرف ازاي اعرف السبب الاول. وده فحص بسيط جدا يعني، ومش غالي ومش مكلف دكتور، للمريض. يعني اللي بيفرق بينهم ان احنا نعمل فحوصات، يعني طبعا بين الاشتباه في الاعراض. ايوه، احنا بنكشف على المريض ونبتدي الفحص الاكلينيكي بيوضح لنا حاجات، لكن لازم بنعضدها بايه؟ بفحوصات. ده التشخيص بقى، التشخيص اللي هو الاكلينيكي اللي هو الفحص العادي، صح؟ الفحص اللي في العياده، يعني العيان ده بيبقى بيجي. ازاي بقى يا دكتور؟ انا هقول لحضرتك بعد ما بنسمع القصه بتاعته، انا حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا، بيبتدي نقول له طب نكشف بقى. في حاجات يعني هي دي خاصه بقى بالطبيب، يعني دي يعني المريض هو، بس انا هقول بعض النقط كده اللي يعني تساعد المريض ان هو برضه يفهم ايه يعرف الموضوع. يعني مثلا احنا بنبتدي نحرك رقبته لورا، لو العيان حس بألم شديد يبقى الموضوع ممكن يكون اكتر تمزق في العضلات بتاعت الرقبة اللي هي العضلات الخلفية بتاعت الرقبة، او تمزق في الأربطة بتاعت الرقبة من ورا. نبتدي نحرك راسه لقدام، لو حس بتحسن في الأعراض يبقى ممكن ده يكون فعلا انزلاق غضروفي. العيان بتاع الانزلاق الغضروفي ده كمان كنت عايز اقول لحضرتك برضو، يمكن هو داخل من باب العياده اعرفه، لانه بيبقى داخل في وضع معين. هو الغضروف بيبقى زانق العصب، فهو بيبقى عايز يهوي العصب ده، بص تلاقيه داخل حاطط ايده فوق راسه كده. كل الحركة دي بت الحركه دي بتقول ان هو يعني الالم العنيف ده مش الخنقه بتاعت العصب مش مخليها قادر ان هو قادر يحط ايده ينزل. جنبه، فهو بيطلع ايده فوق راسه كده عشان يهوي حته للعصب يتحرك فيها، رغم هي بتألمه برضو يعني الألم لسه موجود. بس لا بتهون شوية بس زي ما بيقولوا. بالظبط، تلاقيه ماشي وحتى نايم حاطط ايده على راسه كده.
دي من الحاجات اللي هي نسميها ايه يعني شور ساينز، يعني والعيان داخل ابقى انا تقريبا يعني حاسه 90% قلت ان التشخيص بتاعه ده هيبقى انزلاق انزلاق غضروف. غضروف. نكمل بقية الفحص بس عشان نبتدي نتأكد من ان بقية الاعراض او بقية الفحوصات بتشير برضو الى انزلاق الغضروف. تمام. حضرتك برضو كنت قلتي الحتة بتاعت الحاجات اللي مختلفة، الحاجات اللي بتشابه انزلاق الغضروف. احنا قلنا الضلع ازاي، ده في حاجات تانية برضو بتشابه جدا انزلاق الغضروف، زي ايه مثلا؟ زي مثلا الضغط على مخارج على العصب بس بعد ما يكون خرج من الرقبة. يعني ممكن يكون العصب مضغوط عند منطقة الكوع، تمام. ممكن العصب يكون مضغوط عند الإيد من تحت، يعمل نفس الكلام، يعمل برضو آلام شديدة في الإيد وتنميل في الصوابع. يعني الهيستوري اللي بيحكيها، يعني الكلمتين اللي احنا بنقعد نحكيهم مع المريض الأول دول هو اللي بيفرقوا في الحاجات دي. يعني في مثلا المريض بتاع الخنقة بتاعة العصب من تحت دي بيقول قصة مختلفة خالص، بتبقى عبارة عن ايه بقى يا دكتور؟ بتبقى يقول يعني دول غالبا كمان بقى دي بقى بتحصل في الستات أكتر من الشغل بتاع المطبخ وشغل البيت وبتاع، دي بتحصل أكتر في الستات. تيجي تقول لك أنا بنام، أنا أبتدي نوم أنام وعيني تروح في النوم، بعد ساعتين بالظبط أصحى مش طايقة إيدي من التنميل، وأبقى مش عارفة أوديها يمين شمال وأقعد أحرك فيها وأنطر فيها على بال ما تفك. علشان تفك بيبقى ولما أصحى التنميل من زيادة النوم شوية. ولما أصحى من النوم ألاقي إيدي مورمة شوية. شوف دي قصة مختلفة خالص عن عن الأعراض عشان التانية. كده بقول إن هو ساعات الهيستوري أو التاريخ المرضي اللي بيحكيه العيان اللي هم أول 5 دقايق في الكشف والفحص بيقولوا لنا، يعني بيدونا كلو أو يدونا يعني مفتاح التشخيص، فدي تمام. دي مهمة جدا إن إحنا ما نغفلهاش. طب يا دكتور برضو بعد الفحص العادي اللي حضرتك بتعمله مثلا مع المريض اللي جاي بيشتكي من الوجع او الحاجات دي، هل برضو بتبقى في حاجات لازم تعملها زي أشعة رنين او حاجات زي كده؟ طبعا الفحوصات دي اول حاجه، انا لما بشخص المريض او لما ب ب يعني بفحصه والكلام اللي احنا قلناه ده، و انا نفسي اقول او اشتبه ان ده انزلاق غضروفي، ما يصحش خالص ان انا اقول للمريض ده انزلاق غضروفي، لان كلمه انزلاق غضروفي بالنسبه للمصريين الحقيقه بتبقى يعني على طول بيبتدي يحط في دماغه ان هو هيخضع لجراحه لازم ابقى متاكد من التشخيص قبل ما اقول ده فالفحوصات اللي هي الأشعة والحاجات دي هي اللي بتأكد بالظبط. لك زي ما قلت لحضرتك اول حاجه بنعمل اشعه عاديه، الاشعه العاديه ممكن تاكسكلود او توضح لنا حاجات بره خالص انزلاق الغضروف زي الضلع الزايد والحاجات دي. الاشعه العاديه طلعت يعني ممكن برضو شويه خشونه في الرقبه تعمل الم في الرقبه اللي هي الالتهاب العظمي الغضروفي، انه بيبقى فيه شويه برضو زوايد عظميه بتضغط على مخارج الاعصاب تعمل حاجات يعني كلام مشابه جدا او اعراض مشابهه جدا للانزلاق الغضروفي. تمام. فلقينا الاشعه العاديه ما ادتناش معلومات كافيه بنطلب رنين، والرنين بقى واضح، يعني لو حركنا الصور شويه ممكن، انا جايبين صور رنين كده ممكن نبص عليها صور الأشعة. تمام. بيبقى واضح بقى شكل الرنين بيدينا يعني بوزيتيف ريزلتس، او يعني اهو الرنين اهو دي صوره رنين واضح فيها ان هو في انزلاق غضروفي في الفقره ما بين الفقرتين اللي تحت دول، دي بتبقى يعني زي ما قلنا كده الرنين كأن انا شايف رقبته من جوه، بتبقى واضح بقى حجم الغضروف. لو قلبنا الصوره جبنا الصوره اللي بعديها، تمام. بص بقى على اليمين كده الاسود ده طالع واضح جدا ان هو ضغط على مخرج العصب ده تماما، الغضروف بقى ده الغضروف، اللي طالع بره. ده الانزلاق الغضروفي. طيب يا دكتور ايه هو بقى العلاج بتاع الانزلاق الغضروفي العنقي؟ تمام. هو بعد ما شخصنا زي ما قلت كده احنا يعني طول الوقت في الاول خالص تشخيصي يا دكتور انت عندك اشتباه في
في انه يكون انزلاق غضروفي. بعد ما بيطلع اشعه الرنين وشفت بقى الغضروف وقدرنا حجمه وضغط على العصب ولا لا وخدنا فكره عن الغضروف، نبتدي نقول له انت تشخيصك انت عندك انزلاق غضروفي. تمام. الانزلاق الغضروفي زي ما قلت لحضرتك كده، الناس بتخاف او يعني اول ما ذهنها بيروح على الجراحه على طول. الجراحه. لا، الانزلاق الغضروفي علاجه في الاول بيبقى علاج تحفظي، يعني علاج بدون جراحه. يعني بنقول للمريض لو كان هو بيشتغل شغلانه زي ما قلت لحضرتك في الاول كده بتحتاج مجهود عضلي عنيف، ان هو بيشيل حاجات تقيله باستمرار وبينقلها من مكان لمكان او كده، بنبتدي نقول له انت محتاج راحه، يعني ياخد اجازه من شغله. وراحه بقى بالنسبه لنا احنا كده البسه رقبه، اوقف له حركه الرقبه خالص، ونبتدي يبقى في يعني نعمله زي ديستراكشن، او كانك انت بتشدي الراس لفوق فبتسمحي للغضروف انه يعني ما ينضغطش قوي، فاعراضه تقل. نديله شويه حاجات مضادات، ادويه مضاده للالتهاب ومسكنات تسكن له الالم. ممكن نعمل له ده نوع من الرقبه اللي هو الانزلاق الغضروفي خفيف. في نوع بعديه في الصوره اللي بعديها رقبه كبيره تثبت الرقبه خالص بحيث انها ما تتحركش. يعني بيبقى في احجام واشكال كتير قوي. انا بقى من صوره الاشعه بختار له الشكل والحجم اللي ايه اللي يلبسه. وممكن نخليه برضو على فكره، برضو دي نقطه مهمه قوي في الالم الحاد ده الجامد اللي بيحصل، ما يصحش ان احنا نعمل علاج طبيعي. عشان دي نقطه مهمه. تبص تلاقي المريض من نفسه يروح لحد بتاع علاج طبيعي من الاول كده، طيب لا دي تزود له الموضوع مش تقلله. الاول نهدي الدنيا، ودي ده نوع تاني مثلا من الرقبه. دي الكبيره اللي حضرتك دي الكبيره دي بقى ثبتت له الرقبه خالص. ونبتدي نعمل له علاج طبيعي، نعمل له يعني كمادات ميه ساقعه على رقبته او ميه دافيه اذا كان بيستريح على دي او دي ممكن يستخدمها لغايه لما ندي له فرصه 15 يوم، روح اعمل الحاجات دي وخد العلاج ده وحاجات تقلل الالتهاب نتيجه الانزلاق اللي حصل ده، وحاجات تقلل التهاب العصب اللي هو الالم العنيف اللي بيبقى في دراعه ده، ونستنى خالص. طب امتى نلجا للجراحه؟ لو كل بقى الحاجات بتاعت العلاج التحفظي دي ما جابتش اي نتيجه، دي نمره واحد. ثانيا بقى في حاجه مهمه جدا، في عيان دكتور طب معلش عايز اسال حضرتك على حاجه، يعني ممكن اول ما تشوف العيان مثلا قبل ما تعمل كل الحاجات اللي احنا قلناها في الاول دي، لا تقول له انت محتاج تعمل عمليه ضروري؟ بالظبط. في امتى بقى؟ امتى نبتدي نعمل؟ لو في مؤثرات عصبيه واضحه. يعني ايه مؤثرات عصبيه؟ يعني بدا يحصل مش عايزين نقول شلل، انما ضعف شديد في الحركات، في حركه من الحركات. خد بال حضرتك؟ يعني اول ما يبتدي الضعف الشديد دي ده مؤثر عصبي، ده دليل على ان العصب مخنوق والغضروف زنقه، وكل ما هنقعد اما هنديله فتره اطول هيبتدي العصب الالياف العصبيه دي تموت. فاحنا ما ينفعش نستنى ونديله علاج تحفظي وكلام من ده والالياف العصبيه ممكن تتاثر. اسف. او ممكن تبص تلاقي حته من جلده هو العيان يقول الحته دي انا مش حاسس بيها. دي معناها ايه؟ معناها ان الالياف العصبيه اللي بتوصل الاحساس بدات تموت. فده لو استنينا عليها تموت الياف عصبيه اكتر، فلازم على طول يلجا للجراحه. في حاجه ثالثه بقى في غايه الاهميه بقى اجابه للسؤال بتاع حضرتك ده، اللي هو ثالث نوعيه من البرد انا قلتها، اللي هو المريض اللي بيبتدي يحس ان رجليه نفسها بقت تقيله في الحركه. الناس دي بيبقى عندها ضغط على الضفيره العصبيه نفسها، ولما نعمل اشعه الرنين بتبقى في علامات واضحه تقول ان الضفيره العصبيه بدات تتاثر وبدات تضعف، ودي خطر جدا. ده المريض ده لازم يخش العمليه في خلال يوم او اتنين
ثلاثة بالكتير. ليه؟ لأن إحنا لو استنينا عليه لما التأثير ده بقى واضح وعنيف، الحاجات دي مش هنعرف نرجعها تاني. لكن لو اتعملت العملية في الأول تبقى فرصة إن الأعراض دي ترجع ويرجع المريض طبيعي تاني بتبقى عالية جدا. فإيه اللي يخلينا نستنى لغاية لما بالعلاج التحفظي ويقعد هو خايف وأهله خايفين وراح مش عارف فلان يعمل له إيه ويخبط له بالعصاية على الحاجات دي كلها؟ يعني بتأخر علاجه وبتخلي نتائج العملية سيئة، أو لدرجة إن إحنا وإحنا داخلين نقول له والله كذا هيتحسن وكذا إحنا بلناش صرفة فيه مش هنقدر، يبقى ده يعني سيبه للظروف. دكتور، هو الوقت جري بسرعة مع حضرتك، بس في دقيقة عايز أعرف مرحلة ما بعد الجراحة. أول حاجة جراحات العمود الفقري دلوقتي أنا عايز أطمن الناس إن جراحات ناجحة جدا. يعني في ناس بتقلق من الجراحة كمان خالص. في العظام أو في العمود الفقري. لا، الجراحة بتتم بأمان، والإكويبمنتس أو التجهيزات اللي بتبقى مصاحبة للجراحة بتبقى عالية لدرجة انها بتخليها امنة بنسبة على الاقل 99%. تمام. ما بعد الجراحة بقى المريض طبعا بنلبسه رقبة برضو للراحة على بال ما الانسجة تلتئم والجرح يلتئم برضو. وبعدين بعد كده بنبتدي بقى نديله تمرينات يعملها تقوي عضلات الرقبة، العضلات اللي احنا فتحناها دي، وبنبتدي برضو نديله أجازة من شغله كده حتى يعني يتماسى للشفاء والعملية، لأن العملية دي العمليات بصورة عامة وخاصة العمود الفقري بتبقى عمليات كبيرة كأن الجسم داخل حرب، تبقى عمليات فأنت عايزة تعيدي تاني إمداده. دكتور وليد، انت نورتني النهاردة، واتمنى ان مشاهدينا يكونوا استفادوا من الحلقه، واكيد دي مش اخر حلقه مع حضرتك ولينا حلقات تانية كتير ان شاء الله. دكتور وليد، انت نورتنا. الله يخليك، ده نورك. مشاهدينا، هنطلع فاصل ونرجع تاني.